قرية بتتكلم فرنسي أكتر من المصري، مكان غريب ومختلف عن كل القرى اللي احنا عارفينها. بيوتها فخمة وأهلها سافروا وبنوا إمبراطوريات برا مصر، وعلشان تتجوز بنت من بنات القرية دي لازم يكون معاك كنز. خليكم معايا وانتوا تعرفوا حكاية قرية ميت بدر حلاوة. ميت بدر حلاوة أشهر قرية مصرية، بس مش في مصر بس، ده كمان في فرنسا. أهلها كلهم أغنياء، ولو فكرت تزورها هتفتكر إنك سافرت برا مصر، خصوصاً إن كل المباني في القرية معمولة بطراز أوروبي يشبه الكرة الفرنسية تماماً، ده غير العربيات اللي مركونة هناك واللي موديلاتها بملايين، رغم إن الطريق للقرية عادي زيه زي أي طريق بيدخلك على قرية مصرية. وعلشان كده اللي بيروح فعلاً بيتفاجئ بالقرية دي. أهل القرية دول قرروا يغيروا مصير حياتهم تماماً، والبداية كانت لأربعة من أبنائها قرروا إنهم يسافروا فرنسا ويشتغلوا هناك في محلات لبيع الخضار. وبعد ما كان عندهم محل صغير قدروا يجيبوا محل أكبر، وواحدة واحدة النشاط كبر. وهات يا ابني معاك شباب القرية دي يشتغلوا معانا، وبدل ما كانوا أربعة بقت القرية كلها شغالة معاهم، وتحولوا الإمبراطورية اقتصادية صغيرة والكل شغال ومفيش عاطل واحد، والعيل بيتولد من هنا معروف مصيره، هيشتغل زي أخوه أو ابن عمه أو جاره اللي عايش في فرنسا، كلهم بيتكلموا فرنساوي دلوقتي. مش بس كده، دول كمان اتجوزوا من هناك، ومفيش بيت للعائلات دي في مصر إلا لو كانت فيه ست فرنسية، وكتير من رجالتها أخدوا الجنسية الفرنسية وبقى ليهم صوت وكلمة في فرنسا نفسها، وقدروا إنهم يغيروا مصير ومستقبل آلاف الشباب من قرية ميت بدر حلاوة. ومش بس كده برضو، دول ساعدوا الحكومة في تطوير القرية دي، وبنوا جوامع ومستشفيات وأسواق كبيرة ومطاعم على أعلى مستوى، لكن عاملين نظام مختلف عن كل كرة مصر، وتلاقيهم ساعات كتير بيبيعوا ويشتروا أملاكهم في القرية دي بالدولار واليورو، يعني في الصفقات الكبيرة العملة الصعبة حاضرة. وسعر المتر في القرية دي هو أغلى سعر للأراضي في كرة مصر، خصوصاً إنه بيتقايم بالعملات الأوروبية مش الجنيه المصري. والأغرب هو الجواز في القرية دي، يعني علشان تتجوز بنت من بناتهم محتاج فعلاً تكون مليونير، وده لأنهم بيدخلوا في السباق مين أكتر واحد جاب شبكة ومين جاب أغلى بيت في القرية، وبيتباهوا بالمهور بتاعتهم والعفش اللي بيتجاب من العرسان للعرايس هناك، وطبعاً القايمة اللي بتتكتب بتكون قيمتها ملايين حرفياً. وطبعاً الإقبال هناك مش على البنات وبس، دي أي بنت بيتقدم لها شاب كفاية يقول لها إنه من قرية ميت بدر حلاوة، خصوصاً إنه بقى معروف مستقبل الشباب دول، وإن ما فيهمش حد فقير وكلهم بيلعبوا بالدولارات واليورو لعب، وكل واحد فيهم مع مبلغ بيستثمر فلوسه فيه سواء في مصر أو في فرنسا. وأكبر دليل على كلامي هي الفيلل والقصور والعربيات الفخرة اللي مالية القرية وشوارعها. ولو فاكرين الفنان محمد هنيدي عمل مسلسل عن القرية دي، وهو رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، وكان بيحكي قصة قرية ميت بدر حلاوة. انتوا بقى سمعتوا عن قرية ميت بدر حلاوة قبل كده؟ وإيه رأيكم فيها؟